احنا عندنا اعمال شكسبير. يقول ويليام شكسبير روت سونات سيكونز، هو اللي كتب السوناتات بشكل متسلسل. ركز على كلمة متسلسل، اخاف يجيبها اختيارات. يقول لك من الكتاب السوناتات بشكل متسلسل سيكونز، هو ويليام شكسبير. اوف ذا اوف 154 سوناتة، which were اللي هي سوناتة ورا سوناتة نزلهن، publish in هاي ما يريد التواريخ، نشرت في سنة 1609. إن شكسبير extraordinary، شكسبير الغير عادي، extraordinary الغير عادي، sequence الترتيبات مالته الغير عادية، the beauties تتضمن الجمال، being addressed يخاطب بها، the most of a young man يخاطب بها رجل شاب، يعني جمال الرجل الشاب، rather than idols female بدلا من أنثى مثالية. يعني ايش تتناول مواضيعه بالسوناتات؟ أكثر شيء يتناول جمال الشاب اللي هو young man الرجل. خاب يجيب لك صح وخطأ، فراغات راح يقول لك الايدلز فيمل أنثى مثالية بالسوناتات أكثر شيء، most لو اليونج مان اكتبي له the beauties الجمال، being addressed يخاطب بها اليونج مان الرجل الشاب، rather than بدلا من idols female انثى مثالية. شكسبير شضاف اضاف various the patrician، اضاف لنا سوناتات مختلفة. شنو اضاف السوناتة؟ السوناتة تتضمن بنسق معين، لكن هو من جاء شكسبير غيرها للسوناتة. فاريوس ذا بيترر كان غير الباترر كل الإيطالي غيره، فاريوس الموديل غيره ان اذر واي بطريقة as well as، وأضاف إلى introduction theme قدم مواضيع of death، هاي خاف يجيبها اختيارات، قدم مواضيع بالسوناتات عن الموت and a Jane and undying fame الشعر اللي يسموه الاندينج الخالد، الاندينج الخالد فيم المشهور، المشهور والخالد بوتر الشعر. لينس تو اضافه ذا سيلف اند ذا بلافد الحبيب والروح اضافها الى الشعر. هسه شنو اضاف للمواضيع؟ الديث الموت والايجينج والأندينج فيم الشعر الخالد، يعني هو الشعر ما تخلد به حبيبته فسموه شعر خالد. لاند تو سيلف أضاف إلى النفس، أضاف إلى الحبيب. هي also make both، هو أيضا جعل من اليونج مان الرجل الشاب and the dark lady والسيدة السوداء أو المظلمة of the letter sonata، هي سوناتا ذن ما ناخذها نحن، less than perfect أقل مثالية، or a great departure from، ابتعد هو عن ال convention picture الصورة التقليدية اللي كان يتبعوها الشعراء، ابتعد عنها، departure from convention picture، ابتعد عن النمط التقليدي اللي يتبعوه الشعراء of the idol، عن المثالية بلافد الحبيب المثالي، يعني هو ما أظهر الحبيبة بهاي السوناتات إنه هي حبيبة مثالية أيضا، إنما شبهها إنه هي بأشياء تختلف عن المثالية، يعني حسب ما تقرين القصيدة بعدين راح تشوفين بيش شبهها. The Shakespearean sonat، السونات الشكسبيرية differs تختلف from the Patrician عن البترارك الإيطالي السوناتات in being التي أصبحت divided قسمها into three quarters سواها ثلاث كوارتينات early rhymed حتى القافية different حتى القافية مختلفة different rhymed with the final خلى النهاية مالت القصيدة شبيهة depend لي تعتمد على rhymed coupled اللي هن السطرين بالنهاية يسمون rhymed coupled couple يعني سطرين مقفات يعني شون مثلا يجيب لك سطر اللي وراه ما يشبه اللي وراه يشبه الاول فهيك بهيش طريقه سواها كابلات اندبنتلي اعتمد رايمد كابلت القافيه اللي تكون على شكل اثنين اثنين مثلا اي بي اي بي سي بي سي بي
سي دي سي دي، فصير اثنين اثنين من كل شيء. استفهم الجهة بعدين. ميك ان ايفكت، شت تطين هاي القافية الايفكت الفاعلية اند يونيفينج والتوحيد، التوحيد والفاعلية. خاف يجيب الجهة فراغين او اختيارين او صح وخطأ. فشكسبيريا نطان القافية ماته، ليش الطانة اياها على شكل كابلت؟ عم تطينا ايفكتلي فعالية اكثر، يعني تحركنا تحرك الضيف نسق شون الأغنية للقصيدة. and unify وتوحد اللفظ، توحد يصير بطريقة واحدة. climax climax to the wall، يعني كليتها سواها بهاي climax الذروة. the rhyme scheme القافية تكون يا أما A B A، بدأ تشوفين كابلات، هذا A B couple، هذا A B couple، E D couple، E D couple، E F couple، E F couple، G G couple. فسواء على شكل كابلات، هذا الشيء مختلف ما كان موجود بالباتريرك الإيطالي. عندنا هاي القصيدة، تشوفين هذا مثلا مو منتهي بالواي، هذا يطلقون عليه A، هذا منتهي بالE، هذا يطلقون عليه B، لأن مختلف. هاي بالواي نرجع نطلقها هسه، اي حرف يطيك اياه، حي حتى لو اي بي سي دي اي اف، اي شيء يطيك اياه.